مكرونه باللحمه، واللحمه عندنا حته صغننه، فهو ايه على قد اللي احنا هنعمله. سلقنا كيس مكرونه، عندنا حبه فلفل في التلاجة، شويه صويا صوص على دبس رمان، على شويه توابل كده حلوه، على حبه بقدونس، على فص ثوم، وكان الله بالسر عليه والحمد لله قوي على كده. حبه زيت في الطاسه بتاعتنا، هنشوح اللحمه ونديها صدمه مع كل التوابل الحلوه دي. هوب نزلنا بالصوص، بالصويا صوص، هوب نزلنا بدبس الرمان، وتمام وزي الفل. بعد كل ده ما اتعمل نروح نازلين بالمكرونه. الله عليها، بتبقى ريحه وتطعيمه ما شاء الله، اللهم بارك. طيب بنستكفى بكده؟ لا ما بنستكفاش بكده، احنا عايزين بقى النهارده نعمل شغل مطاعم. يعني ايه؟ يعني مسخنين الاطباق الفاهيته في الفرن زي ما وريتها لحضراتكم كده، حطها في الارضيه علشان تسخن معايا قوي، وارجع بعد كده اروح مقدمه فيها المكرونه بتاعتنا. طب يا نونا انا ما عنديش اطباق فاهيته، ما عنديش اي مشكله يا ست الكل خالص خالص، طب هعمل ايه لو انا عايزه اقدم بشكل كويس؟ اي صينيه عندك تيفال، صينيه تيفال حطيها في الفرن تسخن قوي، واعملي المكرونه بتاعتك تمام وزي الفل. وبعد ما تعمليها تروحي حاطه الصينيه التيفال، صينية التيفال حطاها على الترابيزة أو الطبلية اللي هتأكلي اللي هتقدمي عليها وتاكلي عليها، وروحي نازلة عليها بالمكرونة مع رشة صويا صوص أو دبس رمان، هتبدأ إن هي تطلع روايح حلوة زي المطعم بالظبط. طيب أنا عملت إيه دلوقتي؟ أنا حطيت شوية زيت ونزلت باللحمة مع رشة فلفل أسود عشان أديها صدمة، والطاسة بتاعتي سخنة بالشكل ده كده. بصوا اديتها فلفل أسود، اديتها الصدمة علشان تبدا ان هي تدخل معايا في التسويه بالشكل ده. رشه فلفل اسود ما زودتش. حطينا هنا اللحمه في شويه الزيت، اديتهم التشويحه الحلوه بتاعتهم، رجعت بعد كده اديتها رشه فلفل اسود بس مش اكتر. هنزل بقى عليها بايه؟ ننزل بقى بايه؟ بص يا ست الكل، هنزل الاول بمعلقه ثوم من غير ما اضيف اي حاجه دلوقتي، عشان انا عايزه روايح الثوم اللي تجنن دي تطلع معايا. يا سيدي يا سيدي، اللحمه اللي احنا حطيناها اللي هي بنعمل بيها الشاورما، هنزل بالفلفل الحامي، هنزل بالفلفل الالوان، الوصفه دي ما بيتحطلهاش بصل، هنزل بالتوابل بتاعتنا، معانا بهارات لحمه وشويه بابريكا، حبه من الملح والفلفل الاسود، واشوح ده كله كده مع بعض. يا نهار ابيض على الروايح الحلوه اللي احنا شمناها، شايفين شكلها عامل ازاي؟ شكلها بقى محمر كده بالبابريكا اللي احنا حطيناها. طب انا عايزه ازود الحمار بتاعها ده واعمل اكني صوص طماطم كده علشان لما انزل المكرونه، اروح نازله بمعلقتين صلصه طماطم. بالشكل ده كده. شايفين الشكل عامل ازاي؟ بالشكل ده كده تمام وزي الفل. حلو قوي يا نونا اللي انت عاملاه ده، الصويا صوص بقى ودبس الرمان، يلا بينا. بسم الله. دول بقى هينقلوا لنا التطعيمه في حته تانيه خالص. شايفه المنظر ولا الريحه؟ الله 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 الله، شايفه الشكل؟ ندوق ندوق. بسم الله. اوعى اوعى بجد. انزل بعد كده بحبه من البقدونس واقلب بالشكل ده، واروح نازله بالمكرونه. ومجرد ما انزل بالمكرونه يا دوب اهو ثانيه اروح شايله من على النار. ليه ما سبتهاش على النار وفضلت اقلب فيها على النار؟ علشان انا عايزه المكرونه تبقى ماسكه نفسها بالشكل ده كده، تبقى مصحصحه. لو قلبتها على النار وفضلت الطاسه بتاعتي او الحله او الصينيه اللي بعمل فيها موجوده على النار، هتخلي لي المكرونه تستوي زياده، وانا مش حابه حاجه زي كده. انا عايزه المكرونه تفضل ماسكه نفسها، لو قعدت شويه وجيت بعد شويه سخنتها في الميكرويف تفضل برضو ماسكه نفسها.
طيب هعمل ايه دلوقتي؟ عندي الاعداد بتاعت اطباق الفاهيتا. بسم الله الرحمن الرحيم. دول انا حطاهم بيسخنوا من اول الحلقه. بسم الله. وابدا ان انا السخونيه بتاعه الاطباق هي اللي هتعمل لي الحركه دي دلوقتي. بسم الله. تقدم بالشكل ده كده، وخلوا بالكم عشان الاطباق لو موجوده عندك بتبقى سخنه جدا جدا. مش موجوده عندي الاطباق يا نونا اعمل ايه؟ سخني صينيه عندك واعملي فيها. بالشكل ده كده. بسم الله ما شاء الله عليه، ريحة وشكل وتطعيمة اللهم بارك. مش عايزة اكتر من كده. بالشكل ده بقى عندي مكرونة باللحمة. طيب فكرة كمان من اعادة تدوير الاكل، عندي لحمة او عندي بفتيك او عندي اي حاجة انا اطلعها حالا، او عندي اي حاجه بايته عندي، عندي ان شاء الله حتى لحمه مسلوقه كنت عاملاها في فته، عندي نص فرخه متشال او ربع فرخه متشال، اطلعها واعملها بنفس الطريقه دي هتطلع معاكي زي الفل.